حيا على الجزائر لأقول كلمة للحكام السعداء. أنا لست شاعرا، أنا لست شاعرا ولست من الفقهاء، أنا شخص يعبر على ما أشاء. جزائرنا يا بلاد الشهداء، لقد وقعت في الأيادي الأعداء، سرقوا ونهبوا فيك من طراء، ظنوا أنك بلا رجال، قد حال الآن موعد النداء، لن نسمح لهم بالادعاء، لقد أخذوا منا حقوق الشباب، وظنوا أنهم أغنياء، وأبنائهم عولجوا بأحسن المستشفيات، ودرسوا بأحسن المدارس، وابنك الجزائر يعاني التهميش ويقتله الوباء، كيف لنا من الشفاء من غير توحد الأحرار والأوفياء؟ وشبابنا اليوم صار يذهب في قوارب الأموات، وكان أحلى تغذية للأسماك. سامحينا يا بلادي ما قدرناش نوقف معاك، كاين الناس راهي تمنع فينا ومن حقنا نهضروا في الصح وما خلوناش. أولادنا دخلوهم الحباس، أولادهم راهم عايشين آلاز، وإحنا يا أحرار ودمنا واحد يغلف العروق باش نوقفوا ونحروك. وهذه الخطرة حق المظلوم راهو بان، وربي دعوة المظلوم فتح البيبان، وراح يجيب لنا النصرة والأمان. وهذه الخطرة ما همنا لا رئيس لا وزير ولا رجل أعمال، جينا نسترجع الأموال ونحاسب الخوة للأندال. وما تنساوش ربي حاسب جمع واحد وش فعل وش دار. أنا جزائري ولدت وعشت وسوف أموت في بلد الرجال، وتحية خاصة للشعب الجزائري، وتحية خاصة لهذا الشعب العظيم. فليشهد التاريخ أننا كشعب لم نقتل رئيسنا كالليبيين، ولم نعدمه كالعراقيين، ولم نسجنه كالمصريين، ولم نطرده كالتونسيين، ولم ندمر بلادنا كالسوريين، ولم نخرب ونشعل النيران في الشوارع كفرنسيين، لأننا بكل فخر نحن جزائريين. ملخص القول: لقد جعلوا من حقوقنا أحلاما ومن أحلامهم حقوقا. وكيلكم ربي وحسبي الله ونعم الوكيل. تحية جزائر، تحية جزائر، تحية جزائر، تحية جزائر، تحية جزائر.